أحبك يا شعب، قالها بصوت مرتفع متحد كل جيوش المستعمر الفرنسي. كان زعيما فذا ومناضلا ونقابيا وطنيا، أحب بلاده كما لم يحبها أحد من قبل. كان رمزا للتحدي والصمود، ضحى بكل ما لديه من أجل أن تنعم تونس بالحرية والاستقلال. ضحى بحياته حين غدرت به عصابات القتل المعروفة باليد الحمراء بمنطقة شوشة رادس سنة 1952 ليسقي بدمائه الزكية أرض الوطن من أجل حرية الشعب التونسي واستقلال وطنه. شنو تعرف على فرحات حشيد؟ والله ما نعرفش برشا، ما نعرفش باش انا سيكسيون سيانتيفيك، مانيش متعمقه برشا في التاريخ والا حتى نقرا فيه معناها، اما ما نعرفش نتفكر شويه حاجات قرين عليه النصوص سورتو في 7 اني و 8 9 تفكر قرين عليه النصوص. الحاجه الوحيده اللي نعرفها تو اللي هو في الفلوس هكاو 20 دينار هذيك شنو يعمل بالضبط؟ اش كان يعمل قبل؟ لا نعرف اللي هو كان ملي كانوا يناضلوا قبل من اجل تونس. لا مش ياسر، مش ياسر. شكون فرحات حشيد؟ بون في بالي، في بالي عاون قبل على استقلال البلاد، وكان ما نعرفش اذا كان عضو في الحزب الدستوري والا لا، ما عنديش ياسر في التاريخ هذاك. اديب رياضي نقابي. نقابي، نقابي فرحات حشيد. زعيم. هو مناضل، تم اغتياله، تم اغتياله، أما العوام ما عندي حتى فكرة عليها، ونعرف عليه مناضل يعني. قتل الاستعمار الفرنسي عام 1954 وين تم اغتياله؟ في صفاقس، ما عندي حتى فكرة، هي من صفاقس، هي قارق. نعرف أنه زعيم قائد، ما نعرفش وين تقتل، وين غادرت اليد الحمراء. لا ما نعرفش. تعرف شو معناتها اليد الحمراء؟ هذه ظل مجموعة حاولت تقتل تابع فرنسا. وين قتلوه حسب رأيك؟ لا ظلي في ظلي في في داره ولا في حومته. شو اشتراز؟ نعرف ايش. وليش قتلوه حسب رأيك؟ لا ما عنديش فكرة، تصور خاطره كان ضدهم تابع الفلاقة مناظر، كان مناظر. في هذا المكان تحديدا الطريق الرابطة بين فندق شوشة ومنطقة رادس وقع اغتيال الشهيد النقابي الزعيم فرحات حشاد على يد المنظمة العصابة اليد الحمراء في 5 ديسمبر 1952. فرحات حشاد الزعيم النقابي الذي صدرت عن حنجرته مقولة أحبك يا شعب، أحبك يا شعب تونس، وأنا أقول له بدوري أحبك يا فرحات، أحبك يا فرحات، أحبك يا فرحات. فرحات حشاد من مواليد 2 فيفري 1914 بمنطقة العباسية التابعة لجزيرة قرقنة الموجودة على سواحل مدينة صفاقس، درس بهذه المنطقة، تحصل على الشهادة الابتدائية في السنة الدراسية 28-29، وعلى إثر وفاة والده انتقل إلى مدينة اضطر إلى الالتحاق بسوق الشغل بمدينة سوسة، فعمل بإحدى شركات النقل، وأين واصل تكوينه المعرفي والثقافي والسياسي معتمدا في ذلك على المطالعة وعلى القراءة، فكان بذلك عصامي التكوين وعصامي الفكر وعصامي التصرفات. ومنذ البداية انطلق في تكوين النواه الأولى للاتحاد العام لعمال تونس الذي كان تابعا في تلك الفترة للكونفدرالية العامة للشغل سي جي تي الفرنسية. تواصل نشاطه سنة 39 وازداد نشاطه، حيث اضطر إلى ترك عمله وانخرط بالهلال الأحمر كمتطوع لرعاية
الجرحى أثناء الحرب العالمية الثانية، ثم في سنة 1943 انتقل إلى مدينة صفاقس استقر بها، أين وقع تسميته موظفا عاما بإدارة الأشغال العمومية. تزوج في تلك السنة من ابنة عمه السيدة آمنة، واستأنف نشاطه النقابي في صلب اتحاد عمال صفاقس، وعلى إثر خلاف أو اختلاف بينه وبين الاتحاد الإقليمي للشغل التابع للكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية، استقال صحبة ثلة من زملائه وشرع في تكوين اتحاد النقابات المستقلة للجنوب في سنة 1944، ثم تكون اتحاد النقابات المستقلة للشمال سنة 1945، وفي سنة 1946 حان وقت ميلاد المنظمة النقابية العمالية الاتحاد العام التونسي للشغل في سنة 46، التي كانت أول منظمة نقابية وعمالية في الوطن العربي وفي إفريقيا. في أواخر سنة 1951 انفجرت حركة للنضال الوطني على كامل تراب الجمهورية، وفي سنة 52 حين فشلت مفاوضات الاستقلال التونسية الفرنسية، عمد المستعمر إلى تصفية أغلب رموز الكفاح الوطني إما عن طريق السجن أو عن طريق النفي، وعندما لم يجد بدا للنقابي فرحات حشاد إذ لمع اسمه وسطع نجمه، حيث بعد أن أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل عضو في المنظمة العالمية للنقابات الحرة، وأصبح فرحات حشاد عضوا منتدبا بها، عمد إلى تكليف مجموعة أو عصابة يطلق عليها اسم اليد الحمراء قصد اغتياله، فكان ذلك في يوم 5 ديسمبر 1952. ونحن نتحدث عن الزعيم الراحل فرحات حشاد، توجهنا للمؤسسة التربوية معهد فرحات حشاد برادس والقريبة من موقع اغتياله لنسأل التلاميذ عن هذا الزعيم ولنتعرف أكثر على معهد فرحات حشاد الذي يحمل اسمه. عندك فكرة على فرحات حشاد؟ هاي مؤسس متاع الاتحاد التونسي للشغل شوشة لهني الحمل مات في شوشه، مات موته طبيعيه، مقتول. ليه مقتول؟ فرحات حشيت كان مناضل، مناضل تونس، قتلته اليد الحمراء في شوشه رادس، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل. مين تقتل؟ تقتل في شوشه رادس على عصابه اليد الحمراء الفرنساويه. عصابه عسليمه مدام عسليمه. انت مديره معهد فرحات حشيت برادس؟ اي انا مديره فرحات حشيت معهد فرحات حشيت برادس. تعطينا فكره على معهد فرحات حشيت برادس؟ معهد فرحات حشاد برادس هو في على علمي أنه ثاني أكبر معني مؤسسة تربوية في تونس، بعد ظهر لي اسمها الوردية، ظهر لي فما الوردية، وبعد يجي في الرتبة ثانية في الكبر معني في الحجم كبير برشا، توا فيها وصل 1911 تلميذ، حوالي 2000 تلميذ. الاختصاصات اللي فيه هو تو متسمي عليه هو معهد التقني، يعني التكنيك هو اللي متسمي عليه، أما تو في عنا عديد الاختصاصات معني الإعلامية والاقتصاد والتصرف والعلوم والرياضيات والتقنية. ما زال إلى اليوم يذكرون التونسيون
ذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد الزعيم النقابي، وقد أطلق اسمه على عديد المنشآت العامة، أذكر منها معهد فرحات حشاد برادس، منتزه فرحات حشاد برادس، المدرسة الابتدائية فرحات حشاد قربة، وعلى عديد الأنهج والجامعات والساحات العمومية، حتى أنه أطلق على أحد المدارس في مدينة جنين الفلسطينية اسم الشهيد فرحات حشاد، ذكور الشهيد فرحات حشاد الثانوية. وأخيرا أذكر أن أنطوان ميلر ذكر في كتابه بعنوان اليد الحمراء الجيش السري للجمهورية شهادة بأن اليد الحمراء هي من قامت باغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، وذكر ذلك في أحد البرامج التي بثت في أحدى القنوات التلفزية العربية.